فازت الطالبة عفاف رائد شريف من فلسطين بلقب بطل تحدي القراءة العربي 2017، كما فازت مدرسة الإيمان من البحرين بلقب المدرسة الأكثر تميزاً في الوطن العربي. وتنافس اليوم في مدينة دبي 16 طالباً وطالبة على جائزة تحدي القراءة العربي في دورته الثانية، إضافة إلى 6 مدارس على جائزة أكثر المدارس العربية تميزاً.